التاريخ لا يدون الكلام بل يوثق الإنجازات والنجاحات. في هذا الوطن قليل من الكلام، كثير من الجهد والعمل، كثير من الألقاب والبطولات. لنا في الدوحة ذكريات، وفي لندن وباريس وبروكسل، ولنا الآن في براغ صفحة من هذه الصفحات. أهلا بكم في حصاد أسبوع جديد. بداية إليكم أبرز العناوين. الأسرة والأولمبية الدولية تشيد ببصمات دولة قطر وتحيي دعم الدوحة لمشروع اللاجئين. اتحاد واللجان الأولمبية الوطنية يمنح معتز برشم لقب نجم نجوم آسيا هذا العام. السودان تنتخب وتعيد كمال شداد إلى رئاسة اتحاد الكرة تحت عنوان الإصلاح والنهضة. إنجلترا بطلة كأس العالم للناشئين وسيدة كأس العالم للشباب. المستقبل يبدأ من الهند وكوريا الجنوبية. أينما اجتمعت ومهما كانت الملفات المدرجة في أجندة الأعمال إلا وأشادت بالبصمات القطرية. هكذا تتعامل الأسرة الأولمبية الدولية مع دولة قطر التي تدير ملف الرياضة بكل أبعاده وتولي لجوانبه الاجتماعية والإنسانية أهمية استثنائية. في قمة الأنوك هناك في براغ كانت قطر حاضرة بقوة، حاضرة في إشادات صناع القرار بما قدمته لمشروع اللاجئين، وحاضرة كذلك في احتفالية النجوم التي كرمت نجم نجوم آسيا لهذا العام العالمي معتز عيسى برشم. من حيث انتهت قمة الدوحة قبل نحو عام، انطلقت قمة براغ، وفي حضور وفد رفيع المستوى ترأسه سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، جددت الأسرة العالمية شكرها وتقديرها للبصمات الآتية من العاصمة القطرية والداعمة للجهد الأولمبي، للجهد الإنساني الذي ينتصر للاجئين الباحثين عن أرض لا حرب فيها، وعن وطن لا صراعات سياسية فيه ولا أزمات عرقية تهز كيانه. عمومية اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية كان مناسبة لترتيب الأوراق ومتابعة لأجندة الفعاليات الأولمبية المدرجة حتى عام 2022. في زحمة هذه الجلسات المفتوحة والمغلقة اقتطعت قمة العاصمة التشيكية بعض الوقت لتقيم حفلها السنوي على شرف أبطال وبطلات العام من الرياضيين ولتكرم عددا من الأسماء والشخصيات البارزة. حفل حضره سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني كان أحد أبرز نجومه، أيقونة الرياضة القطرية، نجم نجوم ألعاب القوى معتز برشم، المنطلق بثبات ليتخطى حاجز الكوبي خافيير سوتوميور وليكون أسطورة الوثب العالي على مدار التاريخ. برشم المتخرج من أكاديمية التفوق الرياضية سباير والمتفوق عام 2017 في مختلف المحافل القارية والماسية والمونديالية، نال جائزة أفضل رياضي في آسيا على أمل أن يكون ذات يوم قريب أفضل رياضي على هذه الأرض. رفع العلم القطري عاليا في احتفالية براغ، وكان حفل أنوك السنوي شهادة جديدة تؤكد أن الرياضة القطرية تسير في الاتجاه الصحيح وتحقق الأهداف العاجلة والآجلة التي رسمتها تحت مظلة اللجنة الأولمبية وبدعم ورعاية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
قمة براغ اختتمت بالتزام أولمبي يجدد التأكيد على ضرورة الفصل بين الرياضة والسياسة، يدعو إلى تطبيق الميثاق الذي يضمن استقلالية المؤسسات الرياضية. وفي هذه الإشارات إشارات بالغة الأهمية تخاطب من يسير عكس التيار. لبرنامج حصاد الأسبوع قطر هذا الأسبوع في قراءة لسرحان ساسي. هو اليوم نجم نجوم آسيا، وذات يوم قريب سيكون نجم نجوم العالم. ما دلالات تكريم برشم في احتفالية العاصمة التشيكية؟ ما وقع هذا التقدير الدولي في نفوس من كانت لهم بصمات في صناعة قرارات اللعبة؟ لتناول هذه المواضيع بكل نقاطها وأبعادها نسعد باستضافة الرئيس السابق للاتحاد القطري لألعاب القوى، أحد صناع خيارات جانب من مرحلة مهمة في تاريخ أم الألعاب، عبد الله الزيني. أهلا بك. أهلا وسهلا. برشم نجم نجوم القارة الصفراء، هل كان إنجاز براغ هدفا مرسوما من قبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحب أهنئ الشارع الرياضي ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ جوعان بن حمد وأسرة ألعاب القوى وكل من ساهم في صنع هذا اللاعب على هذا الإنجاز. هو في الحقيقة برشم من بداية 2009 وإحنا مخططين له على أساس أنه نجم عالمي. بعدما أحضرنا له مدرب عالمي لأنه موهبة، وجدنا فيه موهبة، فتم التخطيط له على هذا الأساس وعلى أساس الإنجازات التي حققها في السنوات هذه السابقة، يعني هي وفقا لخطة موضوعة، ونهاية أو نهاية تقريبا هذه الخطة إن شاء الله بتكون في الأولمبياد القادمة طوكيو 2020 إن شاء الله. نعم، ماذا يمكن أن يقدم هذا التقدير الأولمبي للرياضة القطرية ولجميع الرياضيين الذين يعدون برشم قدوة؟ طبعا هذا التكريم هو في للتكريم للرياضة القطرية بصفة عامة وبالأخص لألعاب القوى، ويعتبر أصلا معتز يعتبر نوع يعني قدوة للشباب من خلال ما قدمه خلال مسيرته في حتى وصوله لهذه المرحلة. فهو يعتبر قدوة من ناحية الأخلاقية، قدوة من ناحية المجاهدة في الوصول للهدف. ما لا يعني أنا عايشت معتز الصراحة، لاعب يحب أو شخص يحب أنه يوصل لأهدافه بتخطيط. نعم. وبأريحية يعني من غير يأس. فلديه العزيمة من البداية. نعم. شخص لديه العزيمة ولديه الإصرار. نعم. في تقديرك مسير هذه النجاحات المتلاحقة، إنجاز هذا التعبير لمعتز عيسى برشم في سنة واحدة وصفت بالاستثنائية والتاريخية؟ لا، هي ليست يعني استثنائية وتجمعت في هذه السنة صحيح، لكنها هي حصاد سنوات سابقة. يعني هي هذا هو المخطط له الصراحة، يعني هو المخطط له أن يوصل في هذه السنة قبل الأولمبياد الأخيرة هذه. نعم. حتى يعني وعمره أصلا في السن في العمر هذا هو العمر اللي يقدر يعطي فيه أكثر ما من السنوات السابقة. طيب، كيف يجب على معتز عيسى برشم أن يتعامل مع الظروف المحيطة به، وماذا عليه أن يفعل حتى ينجح في كسب الذهب الأولمبي في طوكيو، وربما قبل ذلك أن يتمكن من تحطيم رقم الأسطورة؟ تحدث هنا عن الكوبي سوتومايور. والله ما عليه إلا أن يستمر على هذه المسيرة. يعني أنا عندي ثقة تامة في قدرته، ثقة تامة في إصراره وفي عزيمته على المواصلة الصراحة. فأنا أعتقد اتباع إرشادات المدرب. نعم. الذي يعتبر بمثابة الأب له، مدرب تربى معاه من هو عمره يمكن 18 أو 20 سنة إلى الآن. فهو أنا أعتقد خير له أنه يتبع تعليمات المدرب ويظل على نفس المشوار، على نفس. إذن الرئيس السابق للاتحاد القطري لألعاب القوى عبد الله الزيني، شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى كل هذه الإيضاحات.
شكرا لكم جزيلا. ليست الجائزة وحدها مصدر فرح وسعادة، ما جاء في كلمة مقتضبة للبطل العالمي معتز عيسى برشم يقدم الرياضة القطرية في صورة مبهرة تليق بهذا الوطن وبمكاسبه المتلاحقة. برشم تحدث فأقنع، عبر عن ما في وجدانه، فكان معترفا بجميل من كان لهم الفضل حتى يكون في براغ في ليلة تاريخية، لحظات ستبقى عالقة في الذاكرة زمنا طويلا. Have a great honor to announce the winner, Mutaz Issa Barshim, from Great Sport Athletics. High jumper Mutaz Issa Barshim has also had an excellent year, becoming world champion in London in August. Mata casually hurdled over an imposing 1.93 meter bar as part of his warm-up in the championships, clearly a sign of things to come. He is currently the Qatari and Asian record holder, but don't be surprised if one day he challenges legendary high jumper Javier Sotomayor Sanabria's 2.45 meter record. Mutaz Issa Barshim. And of course, we give you the opportunity to say something. Oh, yes. ماذا عساي أن أقول؟ بداية، أنا سعيد جدا بالتواجد هنا. أشكر الأنوك على تنظيم حفل من هذا النوع، وأنا حقا سعيد بالفوز بهذه الجائزة. أنا فخور بهذا الجهد وجهد كل من عمل حولي. أريد أن أشكر الله وأسرتي وأصدقائي واللجنة الأولمبية القطرية والاتحاد القطري لألعاب القوى وكل الذين قاموا بعمل جبار. أعلم أن الوثب العالي هي رياضة فردية، ولكن هنالك جهد عظيم من بلدي قطر وشعب قطر، وأعتقد أن حجم الدعم الذي حظيت به هو الذي جعلني أمضي قدما نحو العلا. أقف اليوم هنا فخورا وأمنح هذه الجائزة لقطر دوما إلى الأمام، وأنا في غاية السعادة. وفي الختام، قبل أن أنسى، الرجل صاحب البدلة السوداء هناك هو مدربي. شكرا على كل ما قمت به من أجلي، وهناك إنجاز قادم عما قريب. مع كل المحبة والشكر. كان أسعد الناس في براغ وكنا سعداء به بإنجازه وبما قاله في تصريح لحظة التتويج. معنا مباشرة من مدينة مالمو السويدية أفضل رياضي في قارة آسيا، نجم الدوري الماسي لألعاب القوى والحائز على ذهب مونديال لندن، سعداء بالحديث مع العالمي معتز عيسى برشم. أهلا بك، هنيئا لك ومرحبا بك عبر قنوات الكاس. مرحبا، أهلا مهدي. بداية معتز، ماذا يعني لك هذا التتويج بلقب نجم آسيا الأول وفي احتفالية اللجان الأولمبية الوطنية؟ أول شيء نمسي عليكم وشكركم صراحة على هذا الاتصال. الحمد لله رب العالمين. طبعا صراحة أنا فخور جدا وفرحتي توصف بهذا الإنجاز. الإنجاز ما جاء على يعني بعد مشقة، وكان في جهد كبير جدا، والحمد لله يعني هذه ثمرة الجهد والتعب اللي كان الأداء كان مع المدرب والفريق، فهذا في النهاية هذا هو الثمرة اللي جاءت في نهاية الموسم. برشم نجم آسيا الأول، هل هي خطوة ثابتة ليكون معتز نجم العالم الأول؟ طبعا الحمد لله رب العالمين باذن الله. طبعا الواحد دائما في الرياضه في المسيره الخيال يكون في اهداف، من خلال هذه الاهداف في مثلا اهداف المدى القصير واهداف على المدى البعيد. نعم. الحمد لله رب العالمين، هذه خطوه للامام، وان شاء الله باذن رب العالمين تكون هذه الخطوه اللي هي الدافع العام المساعد ان تكون افضل لاعب في العالم. سنة حافلة بالإنجازات معتز، وعام مقبل مليء بالتحديات، كيف تستعد للمواعيد المنتظرة في المستقبل القريب؟ طبعا نفس ما قلنا 2017 كان موسم ممتاز جدا، بس خلاص طبعا سكرنا هذه الصفحة. نعم. الأمام عند موسم 2018 اللي في بطولة العالم للصالات في برمنغهام، 2019 بطولة العالم في الدوحة، و2020 أولمبياد طوكيو. ف
فهكون في طاقة مواسم القادمة، بس الحمد لله رب العالمين نفس الخطة ماشيين مع المدرب مع الفريق الفني والفريق الإداري، متواجدين حاليا في السويد معسكر تدريبي إعداد هذا الموسم القادم، وإن شاء الله يكون يعني المستوى نفس ما نامل وأفضل بإذن الله. كل التوفيق. نجم آسيا الأول بطل والوثب العالي معتز عيسى برشم، كنت معنا مباشرة وعبر الهاتف من مالمو جنوب السويد، شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا. بعد فاصل قصير نفتح الملف العربي لنجيب عن سؤال يطرح في العاصمة الخرطوم. لرئاسة الاتحاد السوداني لكرة القدم، ماذا سيقدم وما هي انتظارات الشارعين الرياضي والإعلامي؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وإلى تفاصيل الحصاد العربي. غاب عن المشهد 10 سنوات بالتمام والكمال، عاد قائدا لمجموعة اختارت الإصلاح والنهضة شعارا لحملة انتخابية من أجل الفوز برئاسة مقاعد الاتحاد السوداني لكرة القدم. كمال شداد رئيس جديد قديم لإدارة مبنى العاصمة الخرطوم، يراه البعض والرجل الأنسب لهذه المرحلة، في حين يعارض آخرون هذه العودة إلى الوراء والعمل مرة أخرى تحت إدارة من يوصفون وبين قوسين بالحرس القديم. بهذه الفرحة الكبيرة استقبل جمهور الرياضة في السودان خبر إعلان فوز مجموعة الإصلاح بقيادة كمال شداد بمقاعد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني، لينتهي عهد معتصم جعفر ورفاقه ويبدأ عهدا جديد لإدارة النشاط الكروي. الآن احنا على قيادة الاتحاد، بعد الكلام اللي بنقوله احنا مسؤولين منه، وإن شاء الله يعني حنقدم تجربة ناضجة جدا جدا، حنقدم برامج يعني هادفة تعيد، خالية من عشوائية، خالية من يعني البرامج قصيرة الأجل. يعني حنقدم برنامج للموسم اللي الجاي من أول يوم لآخر يوم، حنكون ملتزمين منه تماما إن شاء الله. يعني وبمثل صعوبات خوض انتخابات اتحاد كرة القدم والنجاح فيها لمجموعة شداد، ستواجهها تحديات كبيرة تتمثل في إعادة التوازن للأندية والمنتخبات السودانية واستعادة الأمجاد باعتبار السودان من مؤسسي الاتحاد الأفريقي. أكيد هناك تحديات كبيرة تجابه اتحاد كرة القدم السوداني في أنه يحقق كل طموحات وآمال وتطلعات الاتحادات اللي انتخبته، وكذلك أندية الدرجة الممتازة اللي بتنتظر الكثير من الاتحاد في شأن موضوع المنافسات، في شأن موضوع المنتخبات، في شأن موضوع الرعاية والتلفزة، في تعديل حتى القواعد العامة، في كل المسائل التي تفضي إلى ممارسة كرة قدم ترضي تطلعات كل القاعدة الرياضية. وتبقى آمال وتطلعات الشارع الرياضي بمستقبل أفضل للكرة السودانية والوصول لمنصات التتويج العالمية. تفاءل الوسط الرياضي بالمجلس الجديد لاتحاد كرة القدم السوداني وفوز مجموعة الإصلاح، ويبقى السؤال كيف ستصلح هذه المجموعة حال الكرة السودانية؟ صلاح الدين محمد علي لبرنامج حصاد الأسبوع، الخرطوم. ماذا سيقدم كمال شداد للكرة السودانية الباحثة عن مكان مفقود منذ زمن على الصعيدين الإفريقي والدولي؟ هل يأتي الرجل بمشروع إصلاح ونهضة كما كانت شعارات المعركة الانتخابية؟ أم أن التحديات أعلى بكثير من سقف الآمال والإمكانات؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف حصاد الأسبوع مباشرة وعبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة الخرطوم، نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم محمد جلال. أهلا بك. يا مرحبا بكم، مساءكم سعيد، ونحن سعداء نطل من خلال هذه القناة الكبيرة العظيمة. شكرا. بأي فكر يأتي كمال شداد لرئاسة الاتحاد من جديد، وما مدى قدرة مجموعته على تنفيذ مشروع واعد عنوانه
الإصلاح والنهضة. كما ذكرت، الإصلاح والنهضة هي مجموعة طرحت برنامج طموح ويعتمد على إصلاح كرة القدم السودانية وإصلاح ما خربه الاتحاد السابق في كثير من المحاور، ومنها المحور الإداري والمحور الفني. وفي هذا المحور نحن نعتمد تماما على إصلاح منافسة كرة القدم الأولى في السودان، وهي الدوري الممتاز. نعم. والدوري التأهيلي. والآن نحن وضعنا برنامج حيث سوف ينتهي إن شاء الله الموسم يوم 30/11 لإكمال هذا الموسم، حتى نرفع عن الأندية أسماء الأندية التي سوف تشارك على المستوى الإقليمي. ومن السنة الموسم القادم إن شاء الله حيكون عندنا برنامج لكل السنة، برنامج طموح وثابت لن يحصل فيه أي تغيير في برنامج المنافسة الأولى في السودان. واضح. لما اعترى المنافسة السابقة من تأجيلات وكثير من الإشكالات يعني. نعم، رفعتم شعار الإصلاح. أما في المجال الإصلاح نعم رفعتم شعار الإصلاح، ما المقاصد وما الإصلاحات التي لا تحتمل التأجيل من أجل ترتيب البيت السوداني؟ حركة طموحة ونحرص فيها أن النتائج ممتازة. الآن نحن نبحث عن مدرب أجنبي ليقود مسيرة الفريق القومي في الفترة القصيرة القادمة إن شاء الله. نعم، شداد بقي 10 سنوات كاملة بعيدا عن الاتحاد، ما هي قراءته لهذه الفترة؟ وهل يبدو رجل مرحلة جديدة مختلفة تماما عن سنوات ماضية أدار فيها اللعبة؟ نعم، بروفيسور شداد رجل معروف على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، وهو خبير يعني معروف داخل السودان وخارج السودان. ونحن يمكن سعداء جدا بعودة البروفيسور حامد شداد، لما يحمل من فكر كروي متقدم جدا، ونحن نعتقد أنه هو رجل المرحلة، ومعه أيضا مجلس إدارة بطموح عالي جدا، ونحن إن شاء الله سوف نكون على قدر هذه التحديات إن شاء الله. طيب ماذا ننتظر من مجلس إدارة كمال شداد؟ إن شاء الله تنتظر منه الشفافية في إدارة كل الملفات والعدالة في تنفيذ النظام الأساسي واللوائح والقواعد العامة بالتساوي على كل الأندية، أيضا الاهتمام بالفرق القومية جميعا، وكذلك الاهتمام بالمراحل السنية المختلفة إن شاء الله، حتى نبني كرة القدم في السودان من القواعد يعني إن شاء الله. هنالك الملف المالي، وده أهم ملف. نحن الآن بدأنا في إصلاح هذا الملف، وذلك باعتماد نظام مالي دقيق وشفاف، ويمكن أن يطلع عليه الجميع يعني. إذا نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم محمد جلال، كنت ضيف حصاد الأسبوع مباشرة وعبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. لن يشفع تتويج القوى الجوية وللعام الثاني تواليا بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لن يشفع للكرة العراقية حتى تقطع خطوة جديدة إلى الأمام. أبواب مسابقة دوري الأبطال مغلقة حتى يأتي ما يخالف ذلك، خبر هز الشارع الرياضي وهز أيضا صناع القرار، لكن للاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوافعه الواضحة والمعلنة. خيبة أمل كبيرة عاشها الوسط الرياضي العراقي، وهي عدم المشاركة في دوري أبطال آسيا، والسبب في ذلك يعود إلى إشعار لجنة التراخيص الآسيوية للجنة المسابقات بضرورة إكمال الأندية العراقية 4 متطلبات أخرى حتى تكون جاهزة للمشاركة في المحفل الآسيوي الأول على مستوى الأندية. صدمة كبيرة جدا بالنسبة للاتحاد أو حتى الأندية المشاركة وجمهور الرياضة الإعلام، أنه تم الإرسال المخاطبة من لجنة التراخيص
تفيد بأنه المنتخب أو الأندية العراقية لا تجيز لها المشاركة في دور الأبطال على اعتبار أنها حصلته من رخصة آسيوية لم يكن مؤهلاً للدخول في هذا البطولة الأولى في الدورة آسيا، وما زال أمامها 4 محاور عليها أن تكملها من أجل أن تمضي بدور الأبطال كما هو متعارف عليه. البطولة الأقوى في القارة الصفراء تحتاج لفرق مكتملة فنيا وإداريا، والأندية العراقية حتى وإن سمح لها المشاركة فيها فإنها قد لا تشكل خطرا على الفرق الباقية. الإعلام الرياضي في العراق تحدث بتجرد عن الموضوع واصفا القرار بالإيجابي، لأن الحضور في كأس الاتحاد الآسيوي كان مشرفا للفرق العراقية وآخرها فريق القوة الجوية. أعتقد بأن القرار إيجابي للأندية العراقية، كون الأندية العراقية بدأت تحصل على بطولة كأس الاتحاد الآسيوي من خلال مشاركتها يعني بهذا الليفل، أما وجودها في دوري أبطال آسيا أعتقد راح يرهم العراق من هذا اللقب. فاحنا شاهدنا الجوية العام الماضي حصل على بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وأعتقد من الصعوبة على الأندية العراقية اليوم بوضع الدوري العراقي بوضع العام للعراق الحصول على شيء في دوري أبطال آسيا. وإذا ما أراد الاتحاد العراقي لأنديته التواجد في دوري الأبطال عليه أن يفي متطلبات لجنة التراخيص، رغم أنه خاطب الاتحاد الآسيوي وأرسل كافة الأوليات التي تسمح له بالمشاركة، خصوصا إذا ما عرفنا بأنه في وقت قريب كنا قاب قوسين أو أدنى من الدخول في القرعة لمقعد ونصف المقعد. الشارع العراقي أصيب بصدمة لعدم السماح للفرق العراقية بالتواجد بدوري الأبطال، بينما هناك نسبة ليست بالقليلة منهم وصفوا القرار بالضار النافع عطفا على النتائج الجيدة للفرق العراقية بكأس الاتحاد الآسيوي. لبرنامج حصاد الأسبوع من شراد، قنوات الكأس، بغداد. حتى هذه اللحظة تبدو الصورة كالتالي: الأندية العراقية لا تستجيب لمعايير الاحتراف الآسيوي، ولا يحق لها بالتالي المشاركة في دوري أبطال آسيا. ما حقيقة هذا الأمر؟ من يتحمل المسؤولية؟ وهل ثمة بارقة أمل تفتح أبواب المسابقة أمام أبناء بلاد الرافدين؟ هذا ما نطرحه على ضيف حصاد الأسبوع مباشرة وعبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة بغداد، نائب رئيس لجنة التراخيص بالاتحاد العراقي لكرة القدم حسين فلامرز. مرحبا بك، وأتمنى أن أكون قد نطقت لقبك بشكل صحيح. نعم، شكرا جزيلا، وشكرا لقناة الكأس وإدارة القناة ومعدي البرنامج والمخرج على هذه الاستضافة، وأحب أن أستغل هذه الفرصة استثمرها وأشكر الاتحاد القطري لكرة القدم على ما قدمه من دعم للاتحاد العراقي لكرة القدم وللأندية العراقية، وخصوصا البروتوكول الأخير اللي تم توقيعه. نعم. فألف شكر مقدما للاتحاد القطري. شكرا. نعم، شكرا جزيلا لك. ربما السؤال الذي يبرز في هذه الأثناء، يعني مرحلة أولى مرحلة فرح، ومرحلة ثانية مرحلة غضب، بين المرحلتين هناك مقعد ونصف للأندية العراقية في دوري أبطال آسيا ثم استبعاد، ما الذي حدث بالضبط؟ حقيقة أنا انتبهت للتقرير اللي صدر ظهر على قناتكم، وبالأمس كان هناك تقرير آخر. للأسف أحب أن أخلي خط أنه كانت هناك مغالطات في هذا التقرير. الأندية العراقية 26 نادي، 27 نادي قدموا للتراخيص، 26 نادي تم ترخيصه وحصل على ترخيص بالمعايير الآسيوية. هذا ينطي الحق للأندية على الإيفاء بالمعايير الخمسة، وهي المعيار الرياضي والقانوني والبنى التحتية والإداري والمالي. ما يتداوله الإعلام حول أنه الأندية العراقية لم تستوفي معايير 4 أخرى، هذا كلام غير دقيق. كل ما هنالك أنه العراق خلال الفترة اللي مضت المنتخب العراقي حقق من 30% حقق بعض النقاط، والأندية العراقية نتائج نادي القوة الجوية والزوراء في الاتحاد الآسيوي. نعم. والدوري العراقي حقق أرقام أيضا، نقل العراق من المستوى العاشر إلى المستوى السادس، وهذا يمنح العراق حق ماذا؟ حق المشاركة في الشامبيونز ليج في بطولة الأبطال. ولكن
على الموسم 18-19 وليس على الموسم 17-18، لأنه العراق طبق قانون التراخيص أو سوف يطبقه على موسم 17-18. اللي صار يا سيدي أنه الاتحاد الآسيوي طلب من بعض الدول الذي تطور مستواها إلى أن تطلب استثناء. هذا موضوع الاستثناء كان المهلة الأخيرة بـ 30-8. الاتحاد العراقي ما وصلت بإيد أصحاب القرار، ما وصلت هذه الرسائل اللي تقول يوم 30-8 لازم أنت الاتحاد تقدم طلب تقول أريد المقعد ونصف مالي، يعني أريد أحافظ على مقعد ونصف. للأسف لم يتم تقديم طلب استثناء، ولذلك العراق لم يحصل. ليس موضوع تطبيق معايير، فموضوع المعايير تم تطبيقه بشكل حرفي، ولكن كان المفروض 30-8 يقدم طلب استثناء. نعم. وتقدم وثائق بالإنجليزية إلى فترة 30-9 وبعدها، لكن تفاجئنا أنه الاتحاد العراقي ما قدم هذا الاستثناء لعدم حصوله على الرسائل اللي كانت مرسلة. وإحنا بالحقيقة نتمنى من الاتحاد الآسيوي يتفهم، ونطلب من الأستاذ سعود المهندي أن يكون داعم للعراق، خصوصا العراق. نعم. خارج من معركة شرسة، والآن يعيش أفراح النصر ويعيش أفراح الرياضة. وضحت هذه الصورة من موقعك نائبا لرئيس لجنة التراخيص بالاتحاد العراقي، ما الذي أعاق ويعيق الأندية العراقية حتى تستجيب للمعايير الآسيوية، ولا ربما لا تنتظر الاستفادة من الاستثناء القاري؟ مرة ثانية أحب أن أنوه بأنه الاتحاد العراقي وضع قانون تراخيص الأندية لسنة 2017 بما يتناسب مع وضع كرة القدم العراق والبنى التحتية. إحنا عندنا في البنى التحتية تعرف هناك أندية كبيرة ملاعبها طيل إنشاء، يعني في وضع الإنشاء وممكن بعد سنة أو سنتين تخلص. الآن الأندية 26 هي مستوفية للشروط. نعم. ولو أحد منهم فاز إن شاء الله بالدوري راح يكون أكيد في بطولة الأبطال للموسم 18-19. ليش؟ لأنه أساسا أخذ التراخيص للمرة الأولى، وفي السنة الثانية سوف تكون أفضل بكثير، وسوف تصبح التراخيص ثقافة. يعني أنت تعرف حضرتك أنه الأندية الخليجية تبحث عن الترخيص منذ 2011، يعني الأندية الخليجية كل سنة تحاول أن تستوفي المعايير. العراقيين ولأول مرة أخذوا التراخيص، والحمد لله بكل جدارة، ونحن اللجنة التي زارت هذه الأندية ووقفت على المعايير وقيمتها وأرسلت، وجاءت التهنئة من الاتحاد الآسيوي يوم 26 أكتوبر 26/10 جاءت التهنئة للعراق تقول بالضبط نهنئكم على جولة التراخيص لأنديتكم للموسم 17-18. لذلك نحن نطمئن الشارع الرياضي بأنه تراخيص قانون 17 هو بداية حقبة جديدة لنجاحات كرة قدم عراقية إن شاء الله. تحدثت عن الجماهير وتحدثت كذلك عن نجاحات الكرة العراقية. جانب كبير من الجماهير هناك في العراق تقول إنه من الإجحاف أن يتأخر أو تتأخر مشاركة الأندية العراقية في المسابقة الأرقى قاريا، وتصفها بالقادرة على الذهاب بعيدا في هذه المسابقة. كابتن، أنا أتحدث إليك بصفتي نائب رئيس لجنة. نعم، هناك أمور إدارية وتنسيقية يجب أن تكون على أعلى مستوى من أجل تحقيق أفضل الإنجازات، ولكن في نفس الوقت كرة القدم ليس فقط ضرب الكرة في ملعب. كرة القدم تحتاج إلى تنسيق عالي، كرة القدم تحتاج إلى لغة، كرة القدم تحتاج إلى تواصل على مستوى يحقق أفضل ما يمكن. لذلك نحن ليس مع أن نخسر استحقاقات، ولكن أرجع أقول أنه مشاركة العراق في بطولة الأبطال لموسم 18-17-18 هو استثناء وليس استحقاق، فقد تم منح العراق مقعد ونصف لو تم طلبه، ولكن إن شاء الله الاستحقاق سوف يكون في موسم 18-19 طبعا إذا ما بقى العراق في المستوى المتطور وهو المستوى السادس. إذا نائب رئيس لجنة التراخيص بالاتحاد العراقي لكرة القدم حسين فلامرز تحدث لحصاد الأسبوع مباشرة وعبر الأقمار الاصطناعية من بغداد، شكرا جزيلا لك. بعد فاصل قصير ندعوكم لمتابعة الملف العالمي تحت هذا العنوان.
هل حانت انتفاضة الكرة الإنجليزية وكيف ستستثمر لندن نجاحات الناشئين والشباب؟ أهلا بكم من جديد وإلى تفاصيل الحصاد العالمي. مر زمن طويل على زمن الشهير والأسطورة بوبي تشارلتون. إنجلترا تنتظر لقبا مونديالي ثانيا لا يزال في عيون المراقبين أشبه بحلم ليلة صيف، لكن الأشهر الأخيرة حملت فرحتين ولقبين يمهدان لمستقبل يبدو واعدا. إنجلترا بطلة العالم في الناشئين والشباب، ومن هذه النقطة تنطلق لندن لبناء مستقبل منتخب الأسود الثلاثة، لعلها تستعيد ذكريات صيف عام 66 من القرن الماضي. إليكم قراءة في الموضوع في سطور التقرير التالي. قدر إنجلترا مهد كرة القدم أن تنتظر عقودا من الزمن قبل أن تصل إلى لحظة شموخ تنشدها الأوطان كلها على امتداد الأرض. فبعد أزيد من نصف قرن كسبت الكرة الإنجليزية حدثين كبيرين في عام واحد لتزيح صفة اليتم عن لقبها العالمي الوحيد. لقب كان قد ناله منتخب الأسود الثلاث في زمن المبدع الأسطورة بوبي تشارلتون عام 66 من القرن الماضي وفي قلب الملعب الشهير والعريق ويمبلي. مر الوقت بطيئا جدا وطال الانتظار كثيرا إلى أن شكلت السنة الحالية الاستثناء فاستحقت أن توصف بالتاريخية، وهي التي قدمت للإنجليز لقبين رفيعين يدخلان ضمن خانة الملحمة. الأول كان بطله منتخب إنجلترا تحت 20 سنة شهر يونيو الأخير حين أبدع في مونديال كوريا الجنوبية قبل أن يطيح بنظيره الفنزويلي في المشهد النهائي ويتوج باللقب العالمي. أما الثاني فهو الأحدث فأنجز قبل أيام في كأس العالم للمنتخبات أقل من 17 عاما في الهند. القادمون من لندن أمتعوا الخبراء والمراقبين فاستحقوا الريادة والذهب في أعقاب نهائي مثير قلبوا خلاله الطاولة على عنيد إسباني تقدم بهدفين قبل أن يسقط بالخمسة. تتويج أسهمت فيه مكونات منتخب الناشئين جميعها مع أفضلية لفكر المدرب ستيف كوبر وفعالية الصاعد رايان بروستر هداف المونديال ب8 أهداف. منتخبا إنجلترا للناشئين والشباب تصدرا باستحقاق المشهد العالمي بعد أن وصلا إلى ما فشلت فيه أجيال وأجيال، بل أن إنجلترا أضحت أول دولة بعد البرازيل تحقق الثنائية المونديالية في ظرف عام واحد. الحصيلة تستحق كل الإشادة، لكن مكاسب اليوم تحتاج إلى استثمار جيد حتى يكون غد منتخب الأسود الثلاثة أفضل من ماضيه. لبرنامج حصاد الأسبوع إنجلترا هذا الأسبوع في قراءة الله عبد الهادي أبو حمدة. هل حان الوقت لبناء مستقبل جديد للكرة الإنجليزية؟ هل تنطلق لندن من إنجازات ناشئيها وشبابها؟ وكيف ستستثمر النجاحات الأخيرة في الهند وكوريا الجنوبية؟ هذه الأسئلة نطرحها على ضيف حصاد الأسبوع مباشرة وعبر الأقمار الاصطناعية من مدينة ترومس النرويجية، جوناثان هيل مدير الإدارة الفنية للفئات العمرية في النرويج والمدرب السابق في أكاديمية اليونايتد والسيتي وإيفرتون. مرحبا بك. شكرا لكم. منتخبا الناشئين تحت 17 عاما والشباب تحت 20 عاما حققا مونديالي الهند وكوريا الجنوبية. ماذا تعني مثل هذه الإنجازات للكرة الإنجليزية؟ بالتأكيد هذا يعني الكثير، وهذا يظهر العمل الكبير الذي يتم القيام به في العمق على مستوى كرة القدم الإنجليزية في الوقت الراهن. عندما نتحدث عن الفئات السنية وفئات الشباب، هناك نظام للأكاديميات موجودة في إنجلترا، وهذا بالتأكيد يخدم الفريق الأول. إنجاز كبير جدا، وهذا ينم على أن هناك عمل جبار، ولكن
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لديه فلسفة واضحة المعالم، وهذا يوضح بشكل جلي بأن هناك سعي حثيث، خاصة عندما رأينا هذه الإنجازات لمنتخبي أقل من 17 سنة وأقل من 20 سنة، هذان أفضل منتخبان في تاريخ إنجلترا في هذه الفئة، وهذا يترجم العمل الجبار الذي يقوم به مسؤول الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في هذا المضمار، وسنرى كيف سيترجم هذا على مستوى المنتخب الأول في العام القادم. نعم، أكثر من نصف قرن وإنجلترا تنتظر لقب كأس العالم، هل يمكن أن تنطلق لندن من إنجازات الناشئين والشباب لصناعة المستقبل؟ إذا تابعنا هذه الإنجازات، إنجازات متميزة وكبيرة كما أشرتم في تقريركم، بروستون من ليفربول أحد اللاعبين المتميزين، وهو الذي توج أفضل هداف في البطولة، وهناك كما قلتم سلانكي أيضا، وكوب، مجموعة من اللاعبين المتميزين والمتمرسين. عندما ينتقل هؤلاء اللاعبون إلى المنتخب الأول، منتخب الكبار، فهذا سيخدم المنتخب الإنجليزي بشكل كبير، وهذا يظهر على أن منتخب إنجلترا له مستقبل واعد بعد انضمام هؤلاء اللاعبين إلى المنتخب الأول. نعم، الكرة الإنجليزية واجهت تحديات كبيرة في الماضي، ولكن الآن الأمور بدأت تتحسن، وأيضا على مستوى البريمير ليج الدوري الإنجليزي ممتاز، هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين بإمكانهم الانتقال إلى المنتخب الأول. نعم، وأعتقد أن الأمر سيمضي نحو الأحسن، هناك بالتأكيد اللاعبين، لكن اللاعبون يحتاجون إلى الفرصة. نعم، في هذه النقطة بالذات، عذرا عن المقاطعة جوناثان، في هذه النقطة بالذات إنجلترا مليئة بالمواهب الشابة، لكن كيف يمكن رعايتها وقيادتها نحو المنتخب الأول؟ هناك استراتيجيات موجودة على مستوى مختلف الأندية، للأسف هناك بعض اللاعبين لا يمكنهم الوصول إلى المنتخب الأول، ولاعبين من نوادي كبيرة كمانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، وهناك مجموعة من اللاعبين يهاجرون إلى الدول الإسكندنافية مثلا، هناك الكثير من اللاعبين تحت سن 17 سنة و 20 سنة، كثير منهم ذهبوا إلى البوندسليغا أو إلى دوريات أخرى لأنهم لا يحتون بفرصة الانتقال إلى النوادي الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز. إذن هذا نعم شيء مؤسف، وهذا ربما مفترق طرق. نرى ما قام به منتخب أقل من 17 سنة وأقل من 20 سنة، إنجاز كبير بالتأكيد، ولكن هؤلاء اللاعبون يحتاجون إلى الفرصة المواتية للانضمام إلى منتخب الكبار. وغاريث ساوثغيت المدرب والطاقم الذي يعمل معه يعمل بشكل كبير لتوفير هذه الفرصة التي ينتظرها الشباب. نتذكر جيكس عندما نعود إلى مانشستر يونايتد، وكل تلك الأسماء، جون تيري وسكولز، كلهم نجوم، ومايكل أوين سيفنجيرا، كلهم لاعبون شباب، من كان يقول بأنهم سيصلون إلى منتخب الكبار؟ إذن من يدري، هؤلاء أيضا لعبوا لهم فرصة قد تتاح لهم في المستقبل للانتقال إلى منتخب الكبار، لاعبون كثر كانوا غير معروفين في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. نعم، رغم هذه النجاحات لا يبدو البعض متفائلا أمام جشع الأندية الكبرى التي لا تفتح أبوابها للأسماء الإنجليزية، كيف تقرأ أو تفسر هذا المشهد؟ Well,
نعم كما تفضلت هو جشع ستيفن جيرار أصدر تقريرا قبل فترة وقال من الصعب جدا أن نصل إلى الصفوة عندما نريد أن نصل إلى صفوة كرة القدم الأوروبية فعلينا بالتأكيد أن ندفع اللاعبين إلى الوصول إلى المنتخب الأول وهناك ثمن باهظ للنجاح ويجب أن يكون المدرب قادرا ومستعدا على للمجازفة وأيضا الدخول في مغامرات قد لا تكون بالتأكيد محسومة النتائج في البداية ولكن يجب أن نأخذ قرارات حاسمة وقرارات شجاعة هناك مجموعة من اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز الذين يعانون من جشع الأندية ومن منافسة اللاعبين الأجانب وهذا بالتأكيد يضر باللاعبين الإنجليز ولا يجعلهم يتحسسون طريقهم نحو الفريق الأول المنتخب الأول هناك من يدفع للهجرة واللعب في نوادي خارج إنجلترا نعم هناك مفارقة لدينا لاعبين ولكن على الأندية أن تؤمن وأن تثق بهؤلاء اللاعبين وبقدراتهم خاصة عندما نتحدث عن لاعبين لعبوا في منافسات كبرى كمنافسات أقل من 17 سنة و 20 سنة ويجب أن نلتفت لهؤلاء الشباب ونعطيهم الفرصة لو كانوا هؤلاء الشباب من دول أخرى لانتقلوا مباشرة إلى المنتخب الأول لو كانوا في فرنسا في ألمانيا في إسبانيا فسيدفع مباشرة إلى هنا في هذه النقطة بالذات ربما تبرز نقطة أخرى غاية في الأهمية ألم يحن الوقت حتى يكون صوت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قويا في مواجهة الأندية دفاعا عن اللاعبين الإنجليز Well, again, I think حسنا تحدثنا حول الكثير من الأمور التي حدثت في الماضي نعم الاتحاد الإنجليزي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالضغط بشكل كبير على الأندية لفسح المجال للاعبين الشباب في إنجلترا للدخول في المنافسة والاحتكاك على أعلى المستويات وكما قلت هؤلاء اللاعبين الشباب تحت 17 سنة تحت 20 سنة بهذه الإنجازات في هذه السن المبكرة أعتقد أن هذا خير دليل بالنسبة للأندية لإعطاء الفرصة لهؤلاء اللاعبين وذلك طبعا بالتنسيق مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للضغط على الأندية لقبول هؤلاء اللاعبين في صفوفهم ونرى أيضا حركة كبيرة للاعبين في السويد وفي النرويج نعم الآن السؤال الأهم بالنسبة لكل عاشق لكرة القدم هناك في إنجلترا ما المشاكل التي تحاصر هذا المنتخب وهل اسم المدرب كان وما زال أصل الأزمة نعم هذا صحيح ولكن مرة أخرى جزء من استراتيجية الموجودة في الديناي الإنجليزية أعتقد هناك فريق عمل قوي جدا الآن مع المدرب الذي عمل إنجلترا وكان داخل الدوري الإنجليزي الممتاز كمدرب ولديه مساعد مميز ستيف هولاند الذي عمل عافية مع الفئات السنية وفئات الشباب وله سجل حافل في حقيقة الأمر وهناك مجموعة من أعضاء الفريق أيضا عملوا في تشيلسي وفي نوادي أخرى كبول سامسون كيب داولون كلهم مدربون بمستويات عليا و
لدينا أيضا نيو جيسنث من إيفرتون الذي عمل مع لاعبين دون سن 18 سنة. ريتشارد هارتس أيضا مدرب الحراس من مان يونايتد. إذا لدينا ثلة من خيرة المدربين والأطر داخل فريق الفني للمنتخب الإنجليزي، وهذا يجب أن يعكس على نجاح المنتخب الإنجليزي. نعم نحن لدينا فريق عمل جيد، ولكن يجب أن نكون صبورين ولا يمكننا أن نزرع بذورا وأن ننتظر منها أن تنمو في اليوم الموالي. يجب أن نكون صبورين ويجب أن نتحلى بالصبر الطويل وننتظر بعض الشيء حتى تثمر هذه المجهودات ونرى النتائج تتجلى وتتجسد على أرض الواقع. الأمر ليس سهلا. نعم، على أي أن الإنجليز ينتظرون منذ أزيد من نصف قرن إنجاز مماثل لما تحقق هناك في ويمبلي عام 66 من القرن الماضي. مدير الإدارة الفنية للفئات العمرية في النرويج والمدرب السابق في أكاديميات اليونايتد والسيتي وإيفرتون جوناثان هيل، شكرا جزيلا لك. كان أسبوع فرح وفخر، سعادتنا تعادل سعادة من ذهبوا إلى براغ وكانوا جزءا من احتفالية الأنوك، على أمل أن يستمر الربيع وأن تأتي في قادم الأيام نجاحات أبهى. نترككم في رعاية الله وحفظه، نلتقي بعد أسبوع.